صوتي حتى لو صوتي انا واحد اي صوره فيه حاجه في الموبايل اي صوره تبقى ذكرى كده هنعمل دي انا موافق حاجه اللي جاي موافق طبعا هتعمل ايه حسن الشاورما تعالى نجيب لك الصوره دي مش هتروح زي ده طيب تعالى نختم السيشن بتاعتنا بيه بشويه تفاصيل عن السيركت سويتشنج بروتوكولز عايز افكرك السيركت سويتشنج ده اللي هو احنا واصلين ما بين الراوترين بايه بوينت تو بوينت والبروتوكولز دي هدفها ايه نقل داتا فروم بوينت تو بوينت احنا عندنا اثنين بروتوكول هما اللي عايشين معانا واحد اسمه اتش تي سي والثاني اسمه تي ايه اللي احنا محتاجين بس نعرفه عن البروتوكولز دول ثلاث حاجات بسيطه مش هياخدوا ان شاء الله ايه الثلاث حاجات البسيطه دول محتاجين نعرف يا ترى الانكابسوليشن بتاع البروتوكولز دي شكله عامل ازاي محتاجين نعرف يا ترى الكونفيجريشن عشان نشغل البروتوكولز دي تبقى عامله ازاي واخيرا الاوبريشن البروتوكول ده بيشتغل ازاي بسيطه جدا جدا مش حاجه صعبه خالص تعالى نشوف مع بعض ايه الحاجه بص يا سيدي اول بروتوكول عايزين نتكلم عليه بيشتغل فور سيركت سويتشنج يعني ايه تاني افكرك سيركت سويتشنج يعني راوترين واحد لان والتاني عنده لان وهيوصلوا مع بعض وان بس الوان دي هتوصلهم بوينت تو بوينت فممكن يشتغلوا بحاجه اسمها ايزو اتش دي اكس معلش هو البروتوكولات اللي انا بحكي لك عليها دي بتشتغل فين؟ على الوكايه يعني ايه على الوكايه؟ يعني لو عندي انترفيس السيريال الراوتر عندي انترفيس السيريال دي الوكايه الوكايه ممكن تشتغل باحد ثمان بروتوكولات اتش دي ال سي بي 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 اكس بي 5 فريم ريلي اي تي ام بي بي واي بي بي واي وبي بي اس اللي احنا بنتكلم فيه اتش دي ال سي فلو شغلنا على وكايه حاجه اسمها ايزو اتش دي ال سي يا ترى ايزو اتش دي ال سي ده بيطلع داتا شكلها عامل ازاي؟ الايزو اتش دي ال سي بيطلع الداتا شكلها هيت وهيت وهيت وتاني دايما الداتا بتبقى خارجه على شكل فريم راس وراس وراس ودين تعالى بقى نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل بالظبط ده اسمه ايزو اتش دي ال سي مين اللي اخترعه؟ هيئه اسمها هيئه الايزو ده تاني حاجه اخترعها الايزو من ساعه ما خدنا الكورس فاكر الحاجه الاولى اللي اخترعتها الايزو كانت ايه؟ وش ساي موديل ده حاجه خرجته الايزو وده تاني حاجه خرجته الايزو المهم الايزو جت قالت ايه بالظبط؟ قالت ده اللي بيحصل قالت يوم ما تبقى جايه من اللان باكت ومالها الباكت دي؟ لابسه راس ولابسه ديل بس عايز افكرك لو الداتا طالعه من الكمبيوتر الراس دي كان شكلها عامل ازاي؟ بص التفاصيل الراس دي كان شكلها كالاتي فيها شوية بيتس اسمها بري امابل بيتس اللي هما كانوا عبارة عن 8 بايت 64 بيت 1 0 1 0 1 0 للتسخين وراهم ديستنيشن ماب وراهم سورس ماب وراهم خانة اسمها طيب حد يفتكر لنا خانة الطيب دي كانت في ايه؟ طيب نعم الاي بي ان الاي بتاع الباكت بالظبط الاي بتاع الباكت باكت فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 اي بي اكس طب والتيل ده كان فيه ايه؟ التيل ده سي ار سي فده كان شكل الهيد والتيل لما داتا تبقى طالعه من الكمبيوتر لو شغالين كنا ايثرنت. مش ده اللي كان بياخد صوره سيلفي وبعد كده؟ هو ده الصوره السيلفي. ايوه يسع لا يسع صوره سيلفي. صوره بقى في 8 بالاماره. ايوه انت صح والله هو اللي ناسي كل حاجه. وانت اصل هم مش في الكورس خالص هم بيتكلموا في مواضيع ثانيه. اربع حد يخش يتكلم ده كمان في موضوع وعلى فكره كل اللي بتتكلموا فيه بتسجل فيديو اوديو يعني لا طلعت صدقوني والله قلبك كان لسه قلبك بيقول لي كان في باشمهندس بيسالوا بعض سؤالين المره اللي فاتت كنت عايز اجابته قلت له يعني سالوني قال لك سؤال بعض مين؟ قال لي باشمهندس بيقعدوا قدام لا انا ما جيتش اساسا يا باشا مدر بس هو انديكيشن ان انتوا بتتكلموا كتير بس مش بنركز اه طبعا طبعا ما شاء الله فين التركيز؟ فين ب 15 من 25 ايه ده هم اللي مركزين بقى 24 من 25 انا اصلا ما غشيتش دي نمبر 1 انا جايبك في يوم نمبر 2 نمبر 3 نمبر 2 انا فعلا ربع ساعه اه ما شاء الله وباشا انا رانك هو اصلا بص خلاص طيب فالمهم ايه اللي بيحصل؟ لو احنا كنا مشغلين على الوكايه بروتوكول اسمه ايزو اتش دي ال سي اقول لك ازاي انا شغال اللي بيحصل بالظبط ان الداتا شايفين شكلها عامل ازاي؟ راس والباكت فيها راس والسيجمنت فيها راس ودي ثلاثة راس ودي بيعمل ايه الراوتر؟ بصوا الداتا اللي خارجه دي الراوتر بيشيل الراس دي خالص وبيشيل الديل ده خالص
يعني اللي بيتبقى مع راوتر فاكر. بص بقى الراوتر بيعمل ايه عشان معلومه ما كناش نعرف عنها في الانترودكشن بشكل تفصيلي. ان الراوتر لما بيطلع داتا على الوان بيشيل الراس والديل بتوع الايثرنت اللي في اللان وبيحط لها راس وديل جداد. ايه بقى شكل الراس وديل الجداد؟ على حسب احنا مشغلين ايه من الثمانيه بتوع الوان. يعني ايه بقى؟ ده هيطلع ان الاتش دي ال سي دي راس وديل، البي بي دي ده راس وديل تاني، الفريم ليه راس وديل 30، الاكس دي 5 دي راس وديل 40، الاي تي ام دي راس وديل 50، والبي بي دي واي والبي بي دي واي والبي راس. يعني في عندنا 8 راس وديل غير الايثرنت ده لما داتا تبقى موجوده على الوان. يعني تاني على حسب انت مشغل ايه على الوكايه، ايه من وصل 8 بروتوكول اللي احنا بنحكي عنهم، يا ترى الراس والديل هيبقى شكلهم عامل ازاي. تعال نبدا باول واحد الايزو اتش اي اس، يا ترى الراس بتاعته شكلها عامل ازاي؟ دي الراس بتاعته، ويا ترى الديل بتاعه بيبقى شكله عامل ازاي؟ ده الديل بتاعه. يعني في الاخر ده شكل الفريم. احنا شغالين بحاجه اسمها ايزو اتش دي ال سي بروتوكول من بروتوكولات السيرك سويتشنج اللي هي بوينت تو بوينت. اول شويه بيتس اسمها فلاج، شبه مين الفلاج دي بالظبط؟ شبه البري امبل، بس مسامات دي مسامات قديمه شويه. يعني الايزو اتش دي ال سي والحاجات دي اقدم من الايثرنت بكتير. فالبري امبل يعني واقعيه اكتر تسخين بالظبط كده. ايه ده؟ ايه ده؟ اللي هي شويه بيتس اللي بيبعتها الراوتر الكمبيوتر في الاول عشان خاطر ظبط السرعه. ظبط السرعه بيبقى 1 0 1 0 1 0 ورا بعض كده، ده هدفهم ظبط السرعه. طب يعني من الاخر نقول ايه التسخين؟ اللي زيهم بالظبط في الوان حاجه اسمها الفلاج. تبقى شويه بيتس لما الراوتر بيحطهم في الاول، يعني الراوتر بيحط في الاول شويه البيتس دول شكلهم بالظبط كده. يعني مش ده مثال، ده حقيقي 0 6 1 0. ده بيبقى انديكيتور اللي بيستقبل ان في داتا هتيجي. هما ليه بيسموها فلاج؟ بيسموها فلاج ان في الاخر لما يجي راوتر يبعت داتا الراوتر يبقى رافع له علم كده. معنى ايه العلم دي؟ اماره البدايه، بيقول له هبدا معاك ابعت داتا. فدي تعتبر البيتس اللي زي البري امبل بالظبط، بس البري امبل اقوى. البري امبل بيها كان ستريم اوف بونز اوف بيتس وهيتوصلوا ورا بعض بيعبروا عن السرعه فعلا. اما في الوان صعب قوي انك انت تعبر عن السرعه لان سرعتها كتير، فمجرد البيتس بتاعت الفلاج دي مجرد بيتس للبدايه فقط. طيب ادرس، حد فاكر الادرس في الايثرنت اللي هو كان ادرس اسمه ايه؟ ماك ادرس. في ال اتش دي ال سي او في السيركت سويتشنج مفيش حاجه اسمها ماك ادرس، ودي مفاجاه تانية. يعني يعني ماك ادرس ده مش موجود اصلا في الوان. ازاي؟ اللان بس هي اللي فيها ادرس اسمه ماك ادرس. اما في الوان، الوان ما فيهاش ادرس اسمه ماك ادرس. ازاي يعني؟ فيها ادرس تانية. يعني فيها ادرس تانية. في ادرس اسمه دي ال سي وفي ادرس اسمه بي بي اي في سي، دول اللي بندرسهم في الفتره الجايه. طيب لو شغالين اتش دي ال سي، ايه هو الادرس؟ الادرس بيبقى عباره عن 8 وحيد، 8 بيتس كلهم وحيد ما لهمش اسم، هاف نو نيم ما لهمش اسم، فعباره عن 8 وحيد. ده الادرس اللي بيتبعت بيه الفريم بتاعت الاتش دي ال سي. والوحيد دي بالظبط شكلها عامله ازاي؟ انا على نفسي بتفكرني بالبرودكاست، يعني اكنها بالظبط برودكاست كلها بالظبط كلها وحيد. وده معناه ايه؟ معناها ان اللي هيستقبل لما يلاقي الادرس كله وحيد بيعمل ايه؟ انت عارف اللي بيلاقي برودكاست بيجي له بيعمل فيه ايه؟ بيبروسس. فهو عباره عن ادرس مجرد كله حي عشان خاطر اللي قدامي يبروسس. طب وليه الادرس ده ملوش لازمه؟ اصل في الاخر احنا شغالين بوينت تو بوينت. تاني سيركت سويتشنج يعني شغالين بوينت تو بوينت، فلو نيد فور ادرس في الاخر في سيركت هتتقفل ما بين الراوتر ده والراوتر ده، والداتا هتفضل ماشيه اون ذا سيم باث بوينت تو بوينت فروم هوب تو هوب اون ذا سيم باث وعلي، فما احتاجوش فعلا ادرس. امال ليه عملوا خارج ان هو مش محتاجين ادرس؟ قال لك جايز نحتاجها في المستقبل، يعني جايز في المستقبل نخترع ادرس للاتش دي ال سي ده. ولكن حتى 2015 الادرس ده لسه زي ما هو ملوش اسم، مجرد وحيد ان اللي لما ابعت داتا على الادرس ده اللي قدامي بروسيس ده داتا. يعني دي كلها بروتوكولات لنقل الداتا هوب باي هوب. والكنترول، الكنترول دي بتفيد في الاوبريشن، لسه هنشوف ايه الاوبريشن اللي هي اللي رايح وهي اللي راجع والكلام الفاضي دوت. والسي ار سي موجود في الديل، وانت عارف طبعا السي ار سي ده عشان خاطر سيلفي اماره ان الداتا دي صح ولا غلط. ايه اللي حصل يا باشا؟ سيسكو جت اول ما شافت الايزو اتش دي ال سي ده عملت مؤتمرات ومنتديات وسيمينارات وسيمبوزيومات، يعني من الاخر عملت شويه ايه؟ حرش كمان بالظبط كده عشان خاطر توقع الايزو اتش دي ال سي. قررت ان هي فعلا تحارب عشان قرروا ما يخترعوا حاجه لنفسهم. جت قالت ايه بقى سيسكو في المؤتمرات بتاعتها؟ قالت يا جماعه تخيلوا ان الايزو اتش دي ال سي ده ما فيهوش خانه التايب. تاني خانه التايب دي اصلا فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتقول يا ترى الباكت دي اي بي 4 والاي بي 6 والاي بي اكس والابل توك. طبعا الناس اللي قاعده في المؤتمر سالت يا نهار ابيض صحيح مفيش خانه التايب، امال ازاي لما الداتا توصل للراوتر ده يعرف اذا كانت اي بي 4 ولا اي بي 6 عشان يقارنها بالراوتنج تيبل بتاعه؟ ما انا عندي اي بي فيرجن 4 دي راوتنج تيبل، اي بي اكس دي راوتنج تيبل تاني، ابل توك دي راوتنج تيبل تالت. ف
فكان للاسف الراوترات بتاعت زمان اللي بتشتغل بالشكل ده كانت بتقعد ترايل ديرو، يعني ترايل ديرو تاخد الباكت تقارنها بالراوتنج تيبل الاي بي فيرجن 4 مش شغال، تقارنها بالاي بي اكس مش شغال، تقارنها بالابل توك وحاجه ممكن تشتغل. فده كان بيضيع وقت كتير. فده سيسكو قلت لهم احنا هنعمل حاجه، هنعمل حاجه اسمها سيسكو اتش دي اكس. فعلا حصل، سيسكو عملت بروتوكول زي بتاع الايزو وسموه على اسمه ملكيه خاصه لسيسكو. على فكره سيسكو اتش دي سي ده ديفولت اون اول سيسكو ويكس. انه لو هو الاي بي فيرجن 4 ما عندهاش التنج قدامه نفس الحاجه مش عارف يلعب في بعض، مش هيفهموا بعض، مش هيفهموا بعض صح. طب ما انت كده كده مش محتاج التايب، انت كده كده مش هيفهم. طب ما انا عايزهم يفهموا بقى، يعني انا مش عايز ان الحاجه توصل الناحيه الثانيه يستقبلها ويمين، انا عايزه توصل له يبقى فاهم. وانا متاكد ان انا مشغل هنا اي بي فيرجن 4 ومشغل هنا اي بي فيرجن 4، طالما انا مشغل هنا اي بي فيرجن 4 ومشغل هنا اي بي فيرجن 4 فالصح ان انا كان يقول الباك دي هتبقى اي بي فيرجن 4، عشان لو يوم في شغل اي بي فيرجن 4 غير شغل اي بي فيرجن 6 كان من الاول خلاص بدل ما يقعد يجرب تراين يروح يفهم. عايز اقول لك معلومه مهمه كمان، ينفع تشغل على الانترفيس اي بي 4 واي بي 6 واي بي اكس ولا في التوك ينفع تشغل على الانترفيس الاربعه؟ انت اللي عندك اي بي فيرجن 4 في نفس الوقت انا اقدر اشغل اي حاجه من الاربعه، انا على الانترفيس اشغل الاربعه وده ممكن يكون شغال بواحده بس من الاربعه. الانترفيس ممكن تاخد اي بي 4 واي بي فيرجن 6، الكمبيوتر بتاعك في البيت واخد اي بي 4 واي بي 6 بتاع الناس اللي بره مصر كلها شغالوا اي بي 4 عندها اي بي ادرس واي بي فيرجن 6 4 6 لا ده جت 4 بيكون سيستم 4 جت 6 بيكون سيستم 6 بس هو يعرف منين ان يكون سيستم 4 ولا 6 لازم الداتا تجي له مكتوب في خانه طيب 4 ولا 6 عشان لما تجيب 4 يكون سيستم 4 يجي له 6 يكون سيستم 6 فدي لازم خانه طيب اصلا. اساسا لما هتبعت حاجه لما هتبعت اي بي فيرجن 4 هيبقى ليه اسلوب في البعت زي بالظبط لما بتيجي تعمل فايل سي بلس بلس وتحاول تفتح تجربه بي. بص الراوتر ده عنده لان شغاله اي بي 4 وعنده هنا كمان لان شغاله اي بي اكس تمام، هو متوقع ان ممكن تجي له باكت عايز يوصلها للاند 4 او باكت للاند فيرجن 6 فيعرف منين بقى ان هيقرا الباكت دي بطريقه ال 4 ولا بطريقه ال 6. لازم يكون موجود حاجه في الريدر تقول له اقرا الباكت دي بطريقه الفور عشان تقراها براوتنج تيبل توصلها لفوق، او اقرا الباكت بطريقه الاي بي اكس عشان تعرف توصلها للاي بي اكس. فممكن تبقى في ساعات لان كان زمان يعني شغاله كده، اللي حاليا موجود في ممكن حد يكون عنده لان 4 و 6 خصوصا في اوروبا وفي المانيا وفي في اليابان ممكن يكون لسه حد عنده شبكات 4 ميكس مع 6 وممكن تبقى شغاله كده. فاحنا عايزين في الاخر الداتا اللي جايه دي تتقلب باي طريقه عشان خاطر يبص لاي راوتنج تيبل عشان خاطر يعرف يوديها هنا ولا يوديها هنا، وده بس الغرض. الانترفيس دي ساعتها تشتغل ايه؟ بنديها اي بي فيرجن 4 ادرس، ولو ده اي بي فيرجن 6 بنديها اي بي فيرجن 6 ادرس، تاخد دي والاي بي. ايه؟ طيب. المهم ايه اللي حصل بقى؟ ان جت سيسكو قالت احنا مش هنشتغل بدوت وهنبدا نطور نوع خاص بينا احنا. طيب وسيسكو جمعت الناس مؤتمرات وكونفرنسز وحاجات زي كده، في الاخر كانت عايزه تبيع الفكره دي وتاخد حق انتفاع من الشركات. يعني جت قالت للشركات احنا عملنا حاجه اسمها سيسكو اتش دي ال سي وده الديفولت على كل الراوترات سيسكو. يعني تاني الوركايه ممكن نشتغل عليها كام طريقه لنقل الداتا فروم هوب تو هوب 8 جيجا، ايه الديفولت فيهم؟ دي يعني اللاب اللي فات لما كنا وصلنا لايرو باريس وباريس بمدريد وكايرو بمانشستر كل الراوترات دي كانت بتبعت داتا باي طريقه، بتعمل بينج ولا بتلنت ولا بتبعت مسج ولا غيره، كانوا بيبعتوا داتا من هوب لهوب بطريق السيسكو اتش دي ال سي. ده الديفولت مش محتاج كونفجريشن، ديفولت انا جاي من المصنع مضغط على كده بالفلتر على كده. سيسكو كل عملته ايه؟ قالت اول خانه اسمها فلاج، ثاني خانه اسمها ادرس، ثالث خانه اسمها كنترول، ورابع خانه اسمها تايب، وراحت رايحه مسجله خانه التايب دي باسمها ان هي اللي اخترعت خانه التايب دي. فكان ساعتها لسه الايثرنت ما نزلش اصلا، كان لسه ما فيش خانه التايب دي في الايثرنت، يعني كان ساعتها اول ناس كانت تخترع خانه اسمها خانه التايب اللي يقول يا ترى الباكت دي تتقلي فيرجن 4 ولا فيرجن 6 ولا اي بي اكس ولا ابل 2 بيجي في الاخر سي اس بالظبط كده قبل الاي تريبل اي ستاندرد تحقيق فعلا. المهم ايه اللي حصل؟ طبعا شركات كتيره خدت من سيسكو الموضوع ده حق انتفاع ولكن قلقوا، قالوا ما بعد سنه سنتين ثلاثه خمسه سيسكو هتبدا تعلي تسعيرة حق الانتفاع وساعتها ممكن ما يقدرش يدفع الارقام اللي سيسكو هتطلبها لما نيجي كراوترات جونيبر وراوتر هواوي اشتغل بحاجه سيسكو. فقرروا يعملوا ايه؟ قرروا ان هم يعملوا ثوره على البروتوكول ده ويخترعوا بروتوكول تاني يكون ستاندرد. فعلا تم اختراع بروتوكول بديل لدوت هو اكثر استخداما دلوقتي، يعني نسبه تناسب كام في الميه؟ 99% الناس بتشتغل بده، 1% بس الناس بتشتغل بده. بي 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 بوينت
بوينت بروتوكول. بيعمل ايه بقى بوينت بوينت بروتوكول؟ زي اللي بيعمله سيسكو اتش دي ال سي بالظبط. عمل ايه؟ شويه بيتس اسمها فلاج، وراها شويه بيتس اسمها ادرس، وراها شويه بيتس اسمها كنترول، وراها خانة التايب. بس في فرق بين خانة التايب دي ليه بقى؟ بصوا شباب، خانة التايب دي سيسكو حط فيها اكواد ما فيهاش غير اكواد سيسكو، اما دي اكواد ستاندرد. يعني مثلا بصوا لما يتكتب هنا رقم 4، بصوا في الخانه دي رقم 4 يبقى دي اي بي فيرجن 4، اما هنا لما يتكتب رقم 4 تواشر ده يبقى هنا اي بي فيرجن 4. يعني الاكواد مختلفه، فالستاندرد احنا مغيرين بس في الاكواد عشان خاطر يبقى شايف الستاندرد تناسب على الراوتر بما فيهم سيسكو، يعني بما فيهم كمان سيسكو. ايه اللي حصل؟ اول ما نزل البي بي بي طبعا سيسكو راح اترفع قضيه، وقف قدام القاضي وقالت له بص يا فندم بيقلل. فعلا القاضي كان لسه هيضرب بالشاكوش، يعني لسه هيقول ان طبعا سيسكو معاه حق. جه اللي اخترعوا البي بي بي، الشركات اللي اخترعت البي بي بي، قلت له يا فندم حضرتك ما خدتش بالك من حاجه، في اختلاف في الاكواد. 4 يعني فيرجن 4، 6 يعني فيرجن 6، اما هنا 14 يعني فيرجن 4 و16 يعني فيرجن 6. القاضي اول ما شاف ان الارقام اختلفت راح فعلا ضرب الشاكوش برضه، وقال اذا يبقى الوضع على ما هو عليه ان البي بي بي معترف بيه كستاندرد. فعلا كانت ضربه قاسمه لسيسكو، يعني ساعتها زعلت قوي، ليه؟ كانت هتلم فلوس كويسه قوي قوي من موضوع اختراعها لخانه التايب دي. فده ما تقلق، والاثنين مش كومباتبل مع بعض، يعني ما ينفعش تشغل راوتر اهو من ناحيه شغال سيسكو اتش دي ال سي، والراوتر اللي قدام تشغل مين الداتا فروم هاب تو هاب بطريق البي بي بي. عارف لو عملنا حاجه زي كده ايه اللي هيطلع في الترابل شوتنج؟ وانت بتعمل ترابل شوتنج شو من الشبهات المشهوره، وكان سؤال مشهور في الامتحان، شو اسمه شو اي بي انترفيس بريف؟ بيعمل ايه شو ده؟ شو اي بي انترفيس بريف بيطلع لك الانترفيس وحالتها اب وداون. بيروح مطلع لك ايه؟ لو دي اسمها مثلا سيريال زيرو، بيروح مطلع لك كده سيريال زيرو مالها؟ اذا كانت واخده اي بي ولا لا؟ اثنين، في كان عمود اسمه ستيتس، وفي عمود جنبه اسمه بروتوكول. يعني كنا عرضنا الشو ده بس ما شرحناهوش بالتفصيل، مع الابات الجايه هشرحه طبعا بالتفصيل اكتر. ليه؟ لانك انت دلوقتي بدات تفهم معانا. ايه بقى ستيتس دي؟ ستيتس دي اللي هي بتعبر عن يا ترى ايه اخبار لير 1؟ يعني ايه اخبار لير 1؟ يعني يا ترى انت موصل الكابلات ولا لا؟ عملت نو شت داون ولا لا؟ يعني دي اللي تعتبر لير 1. فلير 1 معناها يا ترى انت موصل الكابلات ولا مش موصل الكابلات؟ كيبلز لير 1، عملت نو شت داون ولا ما عملتش نو شت داون؟ طب والخانه الثانيه دي خانه اسمها بروتوكول، خانه بروتوكول دي المقصود بيها فعلا ايه؟ لير 2 بروتوكولز. وايه هم لير 2 بروتوكولز؟ مش بروتوكولات الراوتنج، مش او اس بي اف واي اي جي ار بي وريب والكلام ده، لير 2 بروتوكولز اللي هي البروتوكولز اللي احنا بنحكي عليها دول، الثمانيه بي 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 اتش دي بي سي فريم بي سوري فريم لي اي تي ام الحاجات دي. المهم بقى لو طلعت البروتوكولز دي مكتوب عليها داون، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاثنين بروتوكول اللي في الراوترين قدام بعض مش زي بعض، ميس ماتش. ميس ماتش يعني البروتوكولين زي بعض. طب افرض البروتوكولين زي بعض ولسه مكتوبه داون، ده بيبقى سببها كلوك ريت. افكرك بسؤال من الاسئله اللي كانت حاططها في الامتحان لغرض تشخيص ذهنك لهذه الخطوه. سؤال كان بيقول تو راوترز ار كونكتد فيا سيريال بورتس. حلو الكلام. The routers are configured with a valid IP address. Routers configured with a valid IP address. But they cannot ping each other. والشو انترفيس كوماند، الشو انترفيس كوماند مطلع ان الستيتس از اب. ستيتس از اب معناها عمال من نشر داون والكابل واصل، اما البروتوكول عامل لك اي بولد، بروتوكول از داون. ايه اسباب ان البروتوكول داون؟ لحد اللاب ما كناش خدنا موضوع ان البروتوكول از ديفرنت، ولكن كان فعلا اللي هيبان له في اللاب ان هي داون كان البروتوكول داون، ده كان بيبقى بسبب ان الدي سي اي نسي ان هو يعمل كلوك ريت. ذا كلوك ريت كوماند هاز نوت بين انتر اون ذا دي سي اي. فايه الحاجه اللي ممكن تخلي خانه البروتوكول دي داون؟ الحاجه الاساسيه اصلا ان يكون التو بروتوكولز مش زي بعض. الحاجه الثانيه اللي بتخليهم يحسوا ان البروتوكولز مش زي بعض هي موضوع كلوك ريت. ليه؟ لو كلوك ريت مختلف بيفتكروا ان البروتوكول مختلف، يعني ما بيفهموش قوي ايه العيب، بيفتكروا ان عشان كلوك ريت السرعه مش مظبوطه ان البروتوكول مختلف وعليه بتبقى داون. يعني الصح هنعمل ايه؟ الصح ان لازم تخلي كلوك ريت طبعا معمول طالما بوينت تو بوينت، ولازم يبقى الاثنين شغالين بنفس البروتوكول. ده ما يقراش ده وده ما يقراش ده. ميزه سيسكو ان عليها حاجتها واختراعاتها وعليها حاجه الاستاندرد. اما لو مش سيسكو ما
معهوش غير الحاجه الستاندرد. يعني مثلا لو ده سيسكو قول لي الوكايه والديفولت ايه؟ يلا خلاص ناقص امر وتروح. عشان امر وتروح الديفولت بتاعها سيسكو اتش دي ال سي، يعني اي وكايه من راوترات سيسكو شغاله من المصنع سيسكو اتش دي ال سي. اما اي حاجه ستاندرد، اي حاجه ران سيسكو مش شغاله بسيسكو اتش دي ال سي. يعني لو الراوتر ده هواوي مش شغال بسيسكو اتش دي ال سي، لو الراوتر ده جينيتر مش شغال بسيسكو اتش دي ال سي. تعالى بقى نشوف ايه الحل. الحل في ايه؟ نحن لو شغالين سيركت سويتشنج او شغالين سيركت سويتشنج، البي بي بي ده ستاندرد اشتغل على سيسكو مش سيسكو، اما الاتش دي ال سي سيسكو اون دي. طب ودوت ده من ساعه ما سيسكو نزلت السيسكو اتش دي ال سي بقى ما حدش بيشتغل بيه نوت سبورت، عشان كده ما جبتلكش سيسكو خالص في وسط التمانيه اللي بنحكي عليهم. اي حاجه ايزو انتهت فعلا، يعني الايزو تعتبر يمكن كانت نحس شويه على الشبكات، كل ما تخترع حاجه تموت فعلا. الايزو اتش دي زي ما جيت من فتره فما عندناش غير دول. فسؤالي ليك بقى، اذا كان سيسكو عنده اتش دي سي بتاعه وعنده البي بي بي ونان سيسكو ما عندوش البي بي بي، فاحنا مضطرين نعمل ايه عشان الشبكه دي تشتغل؟ وده سؤال في الامتحان، يعني سؤال مشهور قوي في الامتحان. لكن نعمل ايه؟ ان احنا لازم نيجي على راوتر سيسكو، لازم نيجي على راوتر سيسكو. بعد بقى بناخد السطر ده هناخد اربع سطور كمان يا جماعه ماشي، عشان خاطر ايه نخلص. فنعمل ايه؟ اسمع اسمع. فنعمل ايه؟ الحل ان احنا نيجي على الراوتر ده ونخليه هو كمان يشتغل بي بي بي. وانا بقول لك بي 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 شغال بنسبه اكبر، وهو اصلا ستاندرد، والريكومنديشن مني دايما ما تشتغلش حاجه من كده اي شركه، اشتغل دايما بالحاجه الستاندرد. طب حلو، ازاي اشغل الانترفيس بتاع راوتر اي راوتر سيسكو ولا غيرها بي 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 بالكوماند ده؟ ايه الكوماند ده؟ انك تخش على الانترفيس حذر فذر اني انترفيس، تقول ما احنا وان الويك سيريال الوكاية. وانت جوه الانترفيس الوكاية عندنا كام بروتوكول؟ 8. عشان تشغل اي واحد من 8 بنفس الامر. الكونفيجريشن بتاعت الراوتر صدقني سهل جدا، انت لو رجعت كونفيجريشن الراوتنج مش هتلاقينا خدنا فيها كوماندز اصلا تذكر. ده راوتر او اس بي اف نتورك كذا، راوتر ريف نتورك كذا، او امر الاي بي روتر وستاتيك روت، بس ده الراوتر. وفي الوان سويتشنج هو امر واحد اللي علينا في الوان سويتشنج، ازاي تشغل الوكايه باي بروتوكول من الثمانيه؟ رايله كده انكابسوليشن. فانت لما تقول له انكابسوليشن ايوه انكابسوليشن فريم ريلي يشغل فريم ريلي، انكابسوليشن اكس 25 يشغل اكس 25، انكابسوليشن اي تي ام يشغل اي تي ام، انكابسوليشن بي 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 او اي بي 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 او اي. وعشان تشغل الاتش دي ال سي اكتب انكابسوليشن ايه عشان اشغل الاتش دي ال سي؟ تفتكر اكتب ايه؟ اكتب لهم انت الديفولت، اكتب الديفولت انا ما اكتبهوش بالفطره يبقى ما اكتبهوش. فعشان اشغل تشيل سي ما كنتش اكتب حاجه، عشان اشغل بقى البي بي بي اكتب البي بي بي. راح يعرف اكتر عن البي بي بي تبقى لازم تحضر المحاضره اللي هي من اولها. بعتذر لكم على التاخير النهارده، المره الجايه ان شاء الله نبدا من اول المحاضره كده.